بسم الله الرحمن الرحيم. اولا وقبل كل شيء عواشركم مبروكه وكل عام وانتم بخير وعيد مبارك سعيد. وبهذه المناسبه كنتقدموا لصاحب الجلاله الملك سيدي محمد السادس الله ينصره لنا ويحفظه هو وليداته بهذه المناسبه ديال عيد الصغير. الله يخليه لنا والله يحفظه لنا. الرساله للسيد رئيس الحكومه السيد العثماني، يعني كنشوفوا بانه ملي بقينا كنتبعوا هذه البرامج ديالو وهذه المداخلات ديالو ما كيجبدش هذه المقاهي والمطاعم. حنا كنقول لك السيد رئيس الحكومه حنا سدينا وحنايا وصلت فينا العظم، ويعني بجميع المداخلات ديالك وجميع البرامج ديالك وجميع الواتسابات ديالك وجميع التدخلات ديالك ما كتجبدش هاد صحاب المقاهي والمطاعم، ما عرفناش علاش. كما كتعرف السيد رئيس الحكومه حنايا اصحاب المقاهي والمطاعم والمحلابات وزيد وزيد بانه حنا موظفين واحد الشريحه كبيره من المستخدمين ديال المغاربه، يعني راه حنا حالين القهاوي ديالنا وحنا سدينا، يعني ماشي اي واحد سد القهوه ديالو. راه انت كتظن بانه اي واحد عنده القهوه راه تحس منها واحد البير ديال البترول ولا بير ديال الفلوس. راه حنا حتى حنا بحالنا بحال الخدامه، راه حنا ملي كنكونوا خدامين في التالي ديال الشهر كنحطوا داك الخبيزه اللي جمعنا وكنقسموها بيناتنا، كل واحد كياخذ طريف منها. مخدمين واحد الشريحه ديال الخدامه، الكارسون، البارمان، لاكيس، يعني العساس، بزاف ديال الخدامه كنقسموا معاهم داك الطريف ديال الخبز اللي جاب الله. راه بعض الخطرات ما كيبقى لنا والو، وبعض الخطرات كنزيدوا من جيبنا، يعني راه ماشي اي واحد حال القهوه راه كيربح. راه حنا كنبيعوا القهوه ب 6 درهم السيد رئيس الحكومه ب 7 درهم. كما كتعرفوا دابا في هذه الاونه الاخيره ان اي واحد عنده جوج حوينتات كيحل القهوه، حتى تيحلها مسكين وكيصلحها وكيخسر عليها دم جوفو عاد كيلقى بانه راه هو تصيد بحالنا، يعني احنا ما لقيناش كيفاش نبدلو. وفي هذا الوقت هذا الراهن بانه يكون على يقين بان السيد رئيس الحكومه والله ما لقينا باش نخلصوا حتى الدراري اللي كيقراو، يعني هذه الحقيقه راه وصلت فينا العظم وما كاينش اللي كيهضر علينا. كتبنا الرسائل، كتبنا الشكايات ولا نجد اي اذن صاغيه، يعني ما عرفناش علاش هذا التجاهل. سمعنا بانه المدارس غادي تعطيهم التعويضات، واخا خرجتي انت يعني بواحد القرار وقلتي لا راه ما كاينش، ولكن غادي تعطيهم بشي حاجه بيناتكم الله يجيب التيسير. سمعنا بانه العودان غتعطيهم 1200 درهم. يا اصحاب المقاهي والمطاعم ماشي حرام، راه وصلت فينا العظمه السيد رئيس الحكومه، يعني شنو هو الحل؟ ومازال ما عرفناش فوقاش غادي نحلو وشنو غادي نديرو. مشينا سمعنا بانه كاين واحد السلف في البنكه، مشينا للبنكه وفرحانين وقلنا لهم السيد خصكم تعطينا، قالوا لنا راه عندكم. مشينا للبنكه قلنا السيد المدير بانه عندكم هاد القرض ديال الاكسجين، قلنا لهم مرحبا ما كاينش مشكل، حنا نتعاونوا به ونصوبوا المسائل. قال لك الاكسجين فيه 15000 درهم. واش كتظن السيد رئيس الحكومه واحد داير مشروع ب 200 مليون 300 مليون وكاين الناس الله يجزيهم الله يكون في عوانهم بانه كاين اللي كيخلص الكرة وغادي 15000 درهم ديالاش؟ ما عرفناش حنا. انا كنسولك بانه كنقول لك ديالاش هاد 15000 درهم اللي عندنا حنا مشاريع وسادينها، زعما ما فهمناش. وحنا المشكل الغالي والمشكل الكبير هو ماشي دابا، دابا حنا ولفنا بسدان ولفنا صافي ولفنا دابا، هذه دابا علينا طالعه دابا في 3 شهور ولفنا بسدان. اما ملي غادي نجيو نحلو، ملي غادي نجيو نحلو وحنا ما عارفينش فوقاش غادي نحلو، لحقاش حتى واحد ما كيهضر علينا، ربما حنا التوالى. ملي غادي نجيو نحلو عاد غادي نشوفوا نعم سيدي الكيسان، غنشوفوا الماكينه اللي خسرات، غنشوفوا الشلي اللي تهرسوا، غنشوفوا الاوراق اللي غادي يجيو ديال الضو، غنشوفوا الاوراق ديال الويفي اللي غادي يجيو، غنشوفوا لاتيراس اللي غتجي من البلديه، غنشوفوا الباش اللي غادي تجي من البلديه، لا سي ان اس اس، البين سبور، يعني واحد الميزانيه باش نحلو. وانا كنعرف اخوان بزاف ديال موالين القهاوي اللي قروا باش انه غادي يسدو، ما غاديش يحلو. وتصور بانه غادي يسدو وذاك الخدامه فين غيمشيو؟ الله يكون في عوانهم، غادي يوليو حتى هما عبء على الدوله. يعني ما فهمناش السيد رئيس الحكومه شنو حنا المشكل اللي عندنا معك، بانه حتى واحد ما كيهضر علينا، حتى واحد ما كيتكلم علينا، شنو خصنا نديرو؟ واش حنا برجوازيين؟ قولوها لنا. واش حنا عندنا الفلوس مشتة؟ قولوها لنا. واش حنا محاسبيننا من داك الناس اللي ما فهمتش؟ واش القهوة راه منها كناكلو؟ ربما بعض الخطرات ما كيجيش البار ما كندخل انا كنخدم، ربما بعض الخطرات ما كيجيش كاسون انا بيدي كنسربي، شنو هو المشكل اللي كاين؟ راه من هذه القهوة كنوكل وليداتي. راه دابا هذه شهرين وثلاث شهور راه ربي اللي عالم،
وماشي انا، كاين الله يكون في عون الناس اللي كارين والناس اللي عندهم الكريديات والناس اللي عندهم الشكات الداخلين، يعني البنكه حاله الشك كيجي خصو يتخلص ما كيلقاش باش يتخلص. شنو هما الاجراءات اللي غادي يكون؟ واش النص ديال مولي القهوه غيدخل الحبس في التالي؟ حنا ما عرفناش. دابا كنطلبوا منك السيد رئيس الحكومه، اعطينا شي امل، اعطينا شي حاجه، اي واحد الامل بسيط، نشوفوا شي حاجه. الله يجازيك بخير السيد رئيس الحكومه، عاوننا. يعني راه حنا ما عرفناش شنو غادي نديروا، يعني راه المشروع ديالنا راه في الافلاس، وراه حنا غادي نسدوا، وراه حنا درنا فايت بيني وبينك. وبالنسبه تنطلبوا من السيد، وهنا بهذه الرساله غادي نعطيوها للسيد العمده. السيد العمده الله يجازيك بخير، كما كتعرف حنا سادين وانت هو العمده ديالنا، ولكن ملي كنمشيو كانت هذه الاجراءات ديال هادشي ديال هادشي ديال لاتيراسات في هذا الوقت ديال كورونا، اللي كنتمناو من الله يرفع علينا هذا الوباء ويشافي جميع المغاربه وجميع المسلمين والمرضى اللي ناعسين، الله يشافيهم والله يعافيهم. كنطلبوا منك السي ملي كنمشيو نخلصوا في الريجي كيقولوا لنا سيدي راكم خصكم تخلصوا الاربعه والخمسه والسته، وانت كتشوف السيد العمده بانه احنا سادين، والناس اللي غادي يبدلوا الرخص ديالهم وغادي ياخذوا الرخصه ديال لاتيراسات والمسائل كلهم كيقولوا لهم خصكم تخلصوا، وخلصوا وانا منهم. ها هما الوريقات ديال أربعة خمسة ستة وحنا سادين، اللهم لا منكر. ذاك الموظفين مساكن لا حول ولا قوة لهم، ما عندهم تيطبقوا القانون، ولكن بالنسبة لشي مذكرة من عندك السيد العمدة ولا من عند السيد الحارثي تقولوا لهم اسيدي لا راه خصكم تعاونوا هاد الناس راهم واقفين وسادين، وتكون واحد الاجراءات ديال هاد السنه كلها خصنا ما نخلصوش، وتكون شي يد المساعده لحقاش انت هو العمده ديالنا السيد الازمي، خصك تعاوننا. راه حنا واصلين للحضيض، يعني وصلت للعظم، يعني الله يجازيك بخير. شوف شي مذكره، شوف كي دير لها، هضر مع السيد رئيس الحكومه راه في الحزب ديالك وانت راك في الرباط وانت كتلاقى انت وياه، قول له شنو غنديروا مع هاد الناس اللي واحد مخدمين واحد الشريحه كبيره ديال المغرب، في المغرب اللي مخدمين شريحه كبيره ديال المستخدمين، راه الا سدوا وكون عليه قرارات الثلث غادي يسد. قصر مولك راه كيجي كيدق عليك كيقول له غنمشي انا وياك للدعوه، حتى ذاك مولك راه الله يكون له في العوان، راه ربما يكون هذاك هو المدخول ديالو اللي كاين. يعني انا الله يجازيكم بخير، حاولوا تعاونونا، يعني راه هذا واحد في هذه العواشر هذه، شوفوا كي ديروا شي حاجه، حلوا المشكل ديالنا ديال مالي القهاوي، راه ما كاين ما كاين لا تعويض استفدنا منكم، ما درنا حتى شي حاجه، ما عطيتونا حتى شي حاجه، ما هضرتوش حتى معنا، ما تكلمتوش حتى معنا، ما عيطتوناش حتى التعياط، ما تنشوفكمش كتهضروا علينا في البرلمان ولا في الحكومه بحال اللي هادو مالي القهوة هاد المطاعم عايشين حنا في شي بلاد وحده اخرى من غير المغرب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.